النسخة 30 من دوري المرحوم أحمد نتيفي لكرة القدم جاءت من نصيب فريق الوداد الرياضي بعد التتويج على حساب فريق نهضة بركان والنتيجة 2-1. الأخير قدم مبادرة إنسانية رائعة بعد حمل كل مكونات طاقم الفريق لقميصنا عليه اسم عبد الحق نوري. نهضة بركان وخلال اللقاء كان سباقا في المبادرة وسعى إلى بلوغ مرمى الحارس الودادي، لكن أشبال حسين عموتة كان لهم رد قوي في الجهة المقابلة ليأتي بعد ذلك المراد بعد حصولهم على ضربة جزاء انبرى لها بنجاح اللاعب شيكاتارا، هدف دون رد نتيجة الشوط الأول. اللاعب محسن مهتدي افتتح أطوار الجولة الثانية بتسديدة لاقت تدخل الحارس البركاني، بعدها عناصر نهضة بركان نزلت بكل ثقلها على مرمى الوداد، لكن الحظ لم يكن بجانبهم. وخلال الدقائق العشر الأخيرة الوداد سيضيف ثاني الأهداف عبر اللاعب أيمن الحسوني برأسيتنا. بعدها فريق نهضة بركان سيقلص النتيجة بهدف حمل إمضاء الوافد الجديد سلمان ود الحاج، لتنتهي المباراة بفوز الوداد 2-1. بعد الاستعداد ديالنا اللي خدينا في اكادير فجات جات جات هذه كنظن احسن وقت جات باش نقدروا نلعبوا فيه باش نرفعوا من الايقاع ديال المقابلات ديالنا. الحمد لله داكشي اللي كان خدنا جوج ديال المقابلات ضد فريق الراك انتصرنا فيها وانتصرنا في المقابله الثانيه فحققنا اللقب ديال دوري نتيفي. نتمنى صدقا ان شاء الله باش نحققوا مزيد الالقاب ان شاء الله هذا الموسم هذا. بالنسبه لدوري نتيفي هو كان فيه مباريات اعداديه، ولكن سي عموته قال لنا نلعبوا بجديه وما نخسروش في هذه المباريات. الحمد لله حققنا فوزين في الدوري وتوجنا باللقب، وكنتمنى ان شاء الله يكون هذه هي البدايه المسار الصحيح لفريق الوداد الرياضي ان شاء الله اللي كتخول لنا نلعبوا كاس العرش وعصبه الابطال الافريقيه والبطوله ان شاء الله. دائما مباراه كونتر فريق الوداد البيضاوي مباراه تكون صعبه رغم انها حبيه تكون صعبه. الحمد لله رغم الهزيمه ديالنا فاحنا الحمد لله غادي نوقفوا على مكامن الخلل ديالنا. كنتمنى ان شاء الله نزيدوا نشتغلوا على مكامن الاخطاء وان شاء الله نكونوا توب نيفو ان شاء الله في بدايه الشامبيون ان شاء الله. وقبل النهائي بين الوداد الرياضي والنهضة البركانية أجري لقاء الترتيب، طرفاها الراسينغ البيضاوي الفريق المنظم للدوري بفريق مغرب أتلتيكو تطوان. المات نال الرتبة الثالثة بالفوز عليه بالضربات الترجيحية، لتكون النسخة الجديدة من دوري المرحوم أحمد نتيفي فرصة لهؤلاء الأندية لأخذ فكرة عن اللاعبين قبل الدخول الرسمي للمنافسة أسابيع قليلة.